السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، ناس تبع فيها كل تحية إليكم أينما كنتم. فيديو اليوم يا أخوة، إيش نعمل تجربة إن شاء الله. التجربة هي إيش نقدر نشرب 100,000 روبية اللي هي ما يعادل تقريبا 7 دولار. طبعا مش نكتب لكم كل إن شاء الله الأسعار والأرقام بالدولار. إيش نقدر نشرب 100,000 روبية في أندونيسيا. باش نمشي السوبر ماركت مشهورة هنا في اندونيسيا اسمها الفا ميدي، باش نحاول نشري يعني الاشياء الاساسية والضرورية، ونشوفوا 100,000 روبية هذه اش نقدر نشرو بها يعني في السوبر ماركت في اندونيسيا. ولكن قبل ما نمشي للسوبر ماركت، باش نمشي للسوق نجيب الموز لصاحبي ميز طبعا الثعلوب. مش عارف شفتوه عندي في عندي فيديو في القناة، صورت فيه الميز اللي هو الحيوان هذا اللي تستخرج منه القهوة. وبعد ما نمشي للسوق باش نمشي ان شاء الله للسوبر ماركت، وخليكم معنا تابعونا. وكان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعطونا لايك والاشتراك في القناة ونشروا الفيديو يا اخوة، وخليكم معنا. ليتس جو. الو برو، لي ما بلاس ريبو بيسانغ، يا بيسانغ ده انتو موسان. هذا محل موز يا اخوة المتعود نشري منه، طبعا باش نجيب الاكل الميز. شفتوه ميز في القناة عندي، محل بيع بالجملة على فكرة. هذا الموز يسمى، النوعية هذه تسمى كيبو. إني نما بسانغ أبا إني إنك تشيل إني تشام باندان. شوف النوع هذا، سبحان الله يا صغير. هذه هي الألفا ميدي يا أخوة، سوبر ماركت الألفا ميدي، سوبر ماركت مشهورة جدا يعني في إندونيسيا، منتشرة يعني. أوكي يا أخوة، خليكم معانا، ندخل إن شاء الله داخل السوبر ماركت ونعملوا التجربة هذه وتابعونا. ليتس جو. Thank you.
هذا بالنسبة للشاي يا أخوة، في عدة أنواع من الشاي. نجيب هذا النوع ساريواني، هذا سعره 11500 روبية. بالنسبة لهذه القهوة، أنواع من القهوة طبعا، نجيب هذه كابا لافي، هذه جيدة، هذه سعرها جيد كذلك. هذه كابا لافي سعرها 13900 روبية، فيها 165 جرام. يا اخوة الحليب سعره 18600 روبية. تمام، إلى حد الآن اشترينا الحليب، اشترينا القهوة، الشاي، وصلنا لقسم المشروبات. خلينا ناخذ فانتا، فانتا أورانج، سعرها 15000 روبية. تمام، وعليهم هذا البسكويت يا أخوة، بسكويت أوريو، هذا سعره 8500 روبية. مش نكتب لكم ان شاء الله الاسعار بالدولار يا اخي. سوري روتي سعره 15500 روبية. معجون يا اخوة، ثلاثة أنواع من المعجون، في هذا الجبن 35000 روبية. هنجيبوا معجون الفول السوداني، نجيبوا هذه، هذه سعرها 25900 روبية. أخوة لحد الآن اشترينا الحليب، اشترينا هذا النوع من الخبز، اشترينا القهوة والشاي ومشروب الفانتا والفول السوداني. نتوقع وصلت 100000 أو ما يقارب 100000 روبية. تمام، كملنا اشترينا كل الأغراض، اتوقع وصلت القريب من 100000 روبية أو فوق 100000 روبية. خلينا نروح نحاسبه ونشوفه إن شاء الله كم وصلت الأغراض اللي اشتريناها. أوريو، الشاي والقهوة، الفول السوداني، مشروب الفانتا، الحليب. ربا توتال، توتال توس نمريبو
اوكي 106,000 يا اخوة. طيب يا اخوة، بعد ما كملنا شرينا الاغراض بالسوبر ماركت، خليكم معنا باش نمشي لللوندري، وصلت الملابس نجيب، عندي ملابس نجيبهم ونواصلوا الفيديو في البيت ان شاء الله. يلا خليكم معنا. شوفوا يا اخوة، بالصدفة لقيت هذه الاخت تبيع في البيض، ولكن طريقة معينة بشوفها. كاكا هاي اني باللي اني تلور قولون بالنقاد سما يا ايتو ابا دي باوا اني يا تلور تلور تمبورا ابا ايتو ماتيما تاوتا اوه بولي ساتو ساتو يا سيتاس يا هذا بيض يا اخوة. شوفوا طريقة تحضير هذه الأكلة، هنا تسمى تندور قلوم، تندور قلوم تلفها على هذا على ال هو السوسيس او ال إتو باداس باداس يا إتو باداس صوص أوكي صوص حار يا أخو مايونيز سكيت بولي هذا الصوص يا أخو صوص حار يعني خلطة حارة وحطب عليه المايونيز وهذه هي قصة الملابس يا أخو هذه الأسعار هذه ملابس يا أخو 5 كيلو 30,000 روبية وقالوا لي عندك مشروب مجانا جراتيس ينوم لكن لازم يكون سعر المشروب 5,000 روبية حكم انا الزبون في هذه المغسلة تتارك بلاكارن ابا تتاريك ada تتاريك تايتي تايتي ساتو قاعدة تسوي لي في المشروب يا اخوة طبعا المشروب هذا مجانا اعطوني يعني ستيكر من المغسلة اعطوني ستيكر مغسلة الملابس قالوا لي تاخذ بيه مشروب مجانا الحمد لله ولكن المشروب لازم يكون سعره 5,000 روبية طبعا هذا هذه الاخت تبيع في المشروبات بجانب المغسله يعني ممكن يشتغلوا مع بعض او يعني صاحب المغسله هو صاحب المشروع المشروبات كذلك ممكن كذلك ما شاء الله يا تريما قاسية. وبالنسبة للأغراض اللي شفتوا اللي شريناهم كما شفتوا في الفيديو زدنا نعاود نوريكم شريت هذا الخبز يا أخوة خبز فطور الصباح وشرينا القهوة القهوة هذه كبال أبي هذه كويسة يعني وشرينا يا أخوة الشاي الشاي الأندونيسي ساري واني هذه ماركة مشهورة وكويسة يعني كذلك اشترينا كذلك يا اخوة الاوريو هذا بسكويت الاوريو اشترينا الفول السوداني والفانتا يا اخوة المشروب الغازي
وكذلك الحليب، هذا مكلفه 106,000 روبية. ما شاء الله. طيب يا اخوة، وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم فلوق اليوم، ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو، ان شاء الله يكون فيه افادة، وان شاء الله يكون مفيد، يعني مفيد لكم، ونتقابلوا فيديوهات جديدة ان شاء الله. ما تنسوش يا اخوة تعطونا اقوى لايك والاشتراك في القناة، وكتبوا لي رايكم في التعليقات، وانشروا الفيديو يا اخوة مع اصدقائكم ومع عائلتكم. نتقابلوا فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.